نهاية أسبوع حمراء يعني بطبيعة الحال بترقب قرار الفيدرالي، لكن يمكن الملفت هو توقيت هذه المراجعة على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومراقبتها لمؤشر السوق السعودي. إلى أي مدى ستكون هي يمكن يعني بادرة أو مهيئة للدخول بمؤشر MSCI؟ توقيت اليوم هذه المراجعة في ظل تراجع الأسواق العالمية، كيف تقرأه؟ والله اقراه انا للاساسيات الاسواق، اساسيات الاسواق بتقول ان السوق السعودي لديه مؤهلات ان تنظر اليه كل سواء كانت شركات التصريف او شركات الترقيه زي ما تكرمتي برفعه. السوق الان في خطواته لفتح الاجانب او لغير المقيمين، دعينا نقول. السوق يعتبر اكبر سوق في منطقه الخليج من ناحيه حجم التداول، من ناحيه الراسماليه. السوق الحقيقة وهذا شركة تداول تعطى لها الكريدت إن على مستوى أعلى درجة من عملية التواكب مع التكنولوجيا ورفع حركة السوق. لكن هل السؤال هذا، هل هذا يكفي بأنك تكون، لأنك أنت الآن في مرحلة التأهيل، قد تتأهل وقد لا تتأهل، هل يكفي؟ طبعا لا يكفي. لماذا؟ لأنه مكونات السوق فيها خلل. وعندما أقصد بمكونات السوق الشركات لا تتواكب مع العمل الجبار لشركة تداول أو مع الجهة المنظمة هيئة سوق المال. شركات السوق لا زالت لديها مشاكل إدارية، لا زالت لديها مشاكل مالية، حتى البعض للأسف صار أمامه مشاكل جنائية، وهذه الحقيقة قد لا تسعف السوق أن يكون ذات تأهيل أو ذات مرتبة أعلى من ما هو عليه. طيب، عم تتحدث هنا عن جنائية، يمكن قد تكون قضية موبايلي هي المفتاح يمكن لهذا السؤال دكتور عبد الله باشن. يعني بعد قرار عمومية موبايلي بعدم إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2014، هل هذا عم يعطي درس بالنسبة للشركات؟ هل هذا يعني القرار أيضا ربما إعطاء حق للمساهم اليوم بالشركات الكبرى المدرجة بالسوق السعودي؟ هذه نقطة ممتازة فعلا، يعني أنت قرأتي ما بين السطور لما أقوله. هي ليس موبايلي فقط، يعني عندنا موبايلي، عندنا المعجل، عندنا شركات كثيرة يعني تعرضت لهذه المساءلة. والحقيقة الشركات المكونة للسوق أو المكونة للاقتصاد عندما تهتز نتيجة لمساءلة جنائية، هذه الحقيقة تفقد مصداقيتها، تفقد الإيمج تبعها، تفقد عندما تهتز لعوامل اقتصادية، لعوامل فنية، هذا قد تعذر عليه. فنعم، أنا أعتقد هذا عملية ما حصل في جمعية موبايلي، أعتقد هذا بداية الوعي والطريق إلى التصحيح لجمعيات الجمعيات العمومية، وهو عدم براءة الذمة، لأن الحقيقة نظام الشركات فيه قصور. ماذا يعني براءة الذمة لأشخاص أو لجهات أو لأجهزة تورطت في مشاكل لأموال هؤلاء المساهمين؟ هل يبحثون أن هؤلاء المساهمين أو المستثمرين يبحثون عن أسواق أخرى؟ هذا أعتقد سؤال صعب الإجابة عليه. نعم. طيب، خلينا نتحول كما بدأنا عن رفع أسعار الفائدة بالنسبة للأسواق الأمريكية. اليوم عم نسمع أيضا أنه بعض الشركات ربما تقدمت لهيئة سوق المال لتبدأ أيضا بعملية أخذ دور شركات تصنيف ائتماني. دكتور عبد الله، هذه الخطوة أيضا ألا تعكس بأنه بدأنا فعلا نتجه لتكوين مؤسسات حقيقية قادرة على تقييم السوق السعودي والشركات التي ستدخل مستقبلا إليه؟ نعم ميسا، شكل أننا نتكلم عن الفندمنتال لتكوين الشركات، وخاصة الشركات لما تدرج في عملية الأسواق، وهو كيف تؤهل هذه الشركات. يعني عملية الإدراج ليس نادي كل واحد يدخل فيه، يجب أن يتأهل قبل. أنا أعتقد عملية سعر الفائدة طبعا له جوانب كثير. الآن كل الأسواق تتجه إلى الساعة 9:30 لمعرفة التوجه الأمريكي، الفيدرال الآن هو في توجه إلى أنه كل العوامل الاقتصادية أن يرفع السعر. السؤال، هل سيرفع كم الرفع؟ هل سينتظر للرفع إلى نهاية السنة؟ هذا هو السؤال المهم. لكن هذا الحقيقة يرتبط بعدة أشياء. أول حاجة بالنسبة للشركات، طالما إحنا ندور في فلك الشركات، هنا
هل هذه الشركات المدرجة في الأسواق لديها إدارات مالية وإدارات خزينة على مستوى عالي بحيث أنه يكون لديها التخطيط المالي للاستفادة من عملية التغيرات في أسعار الفائدة أو في أسعار العملات؟ أعتقد ما قامت به الشركتين خطوة جيدة، خاصة إذا كانت في مركز قوي أنها احتفظت بأسعار الفائدة الحالية. لكن إذا تغيرت الشروط، وهذا هنا انعدام الشفافية، يعني احنا سمعنا تصاريح فقط لكن ما سمعنا كيف تمت هذه، سواء لجبل عمر او لعمار. هنا تتحدث عن القروض دكتور عبد الله، يعني هنا تتحدث عن القرض الذي حصلت على اعمار المدينة الاقتصادية، يعني استبقت عملية رفع اسعار الفائدة او بقائها كما هي بالحصول على تمديد لقروضها. هنا النقطة المهمة بالنسبة للشفافية، صحيح هو إعادة هيكلة قرض، ولكن هل سيتم إعادته بنفس الشروط؟ هل ستتم إعادته بأخذ التوقعات المستقبلية؟ هل سيكون القرض هذا متغير ولا ثابت؟ هنا الشفافية، الشركات لا تظهر الشفافية. يعني لو قبل شوي في تصريح مدير شركة جبل عمر مع احترامي الكامل لشخصيته يقول مطمع أهل مكة، طيب هذا مشروع إيوائي، يعني مشروع لأنه مكة عامرة بإذن الله بالزوار والحجاج، أهل مكة يحلبوا فيها ويطالعوا فيها، يعني ما في شفافية. كان مفروض يقول لنا ما هي القرض هذا، كيف سيتم، ما هي النقاط اللي تبت عليها، كذلك بعمار وكذلك الشركات الأخرى. طيب اليوم السوق بعد ما فقد المستويات 7500 نقطة، كيف منتوقع أنه تكون حركته في جلسة يوم الأحد إذا ما اعتبرنا أنه القرار سيتم برفع أسعار الفائدة؟ هل سنرى عملية تدفق بالنسبة للسيولة يمكن للسوق دكتور عبد الله، بحكم بأنه صناديق الاستثمار والعوائد عليها لن تكون مجزية مثل ما عم نتوقع بالأسواق الأمريكية، أنه الارتفاع سيؤدي إلى ارتفاع أيضا السندات الأمريكية وبالتالي السيولة ستتوجه إلى السوق؟ ليس سوقنا خاصة لأنه لن يتداول أكثر من يومين. أنا لا أتوقع أن أشوف التأثير المباشر. أول حاجة طبعا الناس اليوم الحكومة آخر يوم للدوام، فبالتالي الأغلبية بدأت إجازاتها وبدأت استعداد للحج وبدأت أخذ الراحة، فبالتالي قد لا يكون السوق همهم الكبير. الشيء الثاني، عملية رفع الفائدة ترى بالنسبة لدول الخليج مهم جدا، لأنه أنت رابط عملتك بالدولار، بالإضافة إلى أنه أنت استثماراتك على الدولار، فعملية رفع الفائدة قد تؤدي إلى عملية سحب السيولة من الأسواق، وخاصة الأسواق الناشئة، والأسواق الناشئة كذلك يعتمد عليها اقتصاديات الخليج في عملية توزيع صناعة البتروكيمياء والبترول. فإذا أنا لا أعتقد أنه سيكون فعل خير. إن شاء الله خير دكتور عبد الله باشر رئيس مجلس إدارة شركة تيم وان للاستشارات، كنت معي من الرياض وشكرا على كل التوضيحات.